عاد ننتقل لزميل إبراهيم ونشوف أخبار ترند. من جديد لانا وكاثي رح نستعرض اكثر الاخبار تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي زي ما عودناكم دائما. بدايه مع الترند الاول والتنمر. تسعى دائما الجمعيات والمدارس ومنظمات حقوق الانسان الى التوعيه ضد التنمر واثار التنمر على الاطفال خصوصا. الفيديو الاول معنا لام استراليه نشرت مقطعا مصور يبرز بشكل مؤثر للغايه معاناه طفلها من التنمر والعنف اللي بتعرض له بالمدرسه بسبب مظهره الخارجي، مما اثار تعاطف الكثيرين في العالم. واوضحت الام ان طفلها يعاني التنمر والعنف في المدرسه وذلك بسبب مشاكل في النمو التقزم مما أثر على مظهره الخارجي. وفي الفيديو الذي بثته الأم على صفحتها في فيسبوك وحظي بنحو 3 ملايين مشاهدة، يقول الطفل البالغ من عمر 9 أعوام: أتمنى لو أن أحدهم يقتلني. ويضيف وهو يجهش بالبكاء موجها كلامه لوالدته: أنا قادر على طعن نفسي، أنت لم تفعلي أي شيء لأجلي. وأوضحت الأم بسؤال استنكاري عبر الفيديو: هل عرفتم الآن لماذا يرغب الأطفال في الانتحار؟ وقالت في تصريحات صحفية أن ابنها اعتاد أن يعبر عن رغبته في الموت منذ كان عمره 6 أعوام بسبب ما يتعرض لها من إساءات ومضايقات في المدرسة. خلينا نستعرض بعض التعليقات التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثار هذا الفيديو الجدل وانقسمت آراء الناس، فمنهم من تعاطف مع الأم ومنهم من ألقى اللوم عليها. رح نستعرض بعض هذه التعليقات ونشوف آراء الناس. عندك أحمد درويش بيقول: مع الأسف التنمر لم ولن ينتهي، مرض مزمن لا يوجد أحد لم يتعرض له ولا علاج له، لا بأسلوب حوار ولا حتى بالعنف. من رأيي الشخصي علاج التنمر هو عزل المتنمرين عن الأشخاص الضحية، سواء في صفوف المدرسة، الجامعات، أماكن العمل وإلى آخره، مما يحد من هذه الظاهرة. التعليق الآخر ياسمين فارسي بتقول: طفل ممزق من الداخل، أسوأ شيء ممكن يتعرض له الطفل هو التنمر، نبهوا أطفالكم وانتبهوا عليهم. التعليق الآخر علا عباس التميمي بتقول: يعني بداية التنمر من الأم، لا عتب على الغريب اللي يتنمر، وباقية ومصممة على تصوير الولد بدل ما تشجع ابنها وتزرع الثقة بداخله. ريم الريان بتقول: نحن مخلوقات تنقصنا الرحمة والأخلاق، لازم إجراءات صارمة في هذا الموضوع ليتوقف عند حده، وأساس حل هذه المشكلة يبدأ من المنزل والأهل. والتعليق الآخر فتحي محمد عبد الرحمن بيقول: الكلمة تقتل الشخص من جوا وتكسره حتى يكره هذه الحياة، رقي كلماتك فالبعض لا يتحمل. رح ننتقل للخبر الآخر. من المعروف أن مهنة السباكة ارتبطت بالرجال وخصوصا في المجتمعات العربية. نورس بيتان وهي فتاة فلسطينية تعتبر أول فتاة تحترف مهنة السباكة في فلسطين، وتعمل بها طلبا للرزق لمساعدة أفراد عائلتها. تقول نورا أنها بدأت بحب هذه المهنة بسبب مراقبة والدها السباك أثناء قيامه بالتصليحات، من ثم قامت بأخذ دورة تدريبية في السباكة في الأردن وامتهنتها. استطاعت نورا عبر عملها في مهنة السباكة تقديم نموذجا آخر لعطاء المرأة وشغفها في مساواة الرجل وتلبية احتياجات سوق العمل، حيث انتقلت من خلال عملها إلى إطار العالمية في قصتها التي تداولتها العديد من وكالات الأنباء ومحطات التلفزة العالمية، حيث تفاعل أيضا رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قصة نورا. نستعرض بعض من التعليقات. إسلام زيد الدين بيقول: كل الاحترام، استمري ما دام الواحد ما بيعمل إشي حرام أو عيب فما في أي مشكلة، بالعكس. أيضا منى سولي بتقول: ليش لا، على القليلة هلأ صارت الوحدة بتجيبها على البيت بدل ما تجيب مواسرجي وتخلي زلمة يوقف معه. ندى عمران بتقول: هذا شغل زلام مش حلو للبنات بصراحة. يعني دائما الآراء بتكون متنوعة في المواضيع هذه. التعليق الآخر، طيب رح ننتقل
للخبر الآخر والأخير، تعد آلة الكمان بأنها من أكثر الآلات الوترية تعبيرا، لأن بإمكانها تجسيد كل تعابير الإنسانية. ويعرف بأن عزف هذه الآلة أو غيرها من الآلات يتم على المسارح أو في الاستديوهات، ولكن عزفت مريضة في أحدى المستشفيات البريطانية آلة الكمان أثناء خضوعها لجراحة استئصال ورم في المخ كي يتسنى للجراحين الحفاظ على قدرتها على عزف الموسيقى. وعزفت المريضة البالغة من العمر 53 عاما وهي مستشارة إدارة سابقة من جزيرة وايت البريطانية الكمان أثناء عملية استئصال ورم الجزء الأمامي الأيمن في المخ، كان قريبا من المنطقة التي تتحكم في الحركة الدقيقة ليدها اليسرى. ولتجنب عدم ضرر قدرتها على العزف على الكمان، وضع البروفيسور كيو مارس استشاري جراحة الأعصاب خطة مفادها رسم خريطة للمخ وفتح الجمجمة، ثم حثها على العزف أثناء استئصال الورم. وقال: كانت هذه أول مرة يعزف فيها مريض لي على آلة أثناء جراحة. نجحنا في استئصال 90% من الورم، بما في ذلك جميع المناطق التي يشتبه في أنها تشهد انتشارا سريعا للخلايا، مع الحفاظ على كافة وظائف يدها اليسرى. خلينا نشوف الفيديو مع بعض. ومنسجمة يعني خلال العملية وبتعزف. كل تحية للدكتور وللمريضة، ورح ننتقل يعني مع هذا الخبر الأخير لعند